ونختم النشرة من مراكش، حيث يسدل الستار اليوم على الدورة الرابعة من المهرجان الدولي للرقص المعاصر. ليالي المهرجان عرفت تنظيم أمسيات ومنها عرض لسعيد الورداني، عرض جسد تناغما بين الموسيقى وحركات الجسد. روبورتاج من زهاب عزيزي وخالد مقدور. سعيد ودراسي 33 عاما، بلجيكي من أصل مغربي، يشارك لأول مرة في مهرجان الرقص المعاصر. عصامي عشق الرقص بالحركة والجسد، فمزج بينه وبين المسرح وفنون السيرك وموسيقى البيت بوكس. هذه الرقصة مستوحاة من فنون الشارع، حاولت المزج فيها بين أشكال مختلفة من وسائل التعبير وبين التحرك على الخشبة وتنويع الأضواء. الرقص في الشقق، الرقص مقابل الغذاء، الرقص الأحادي والثنائي، أنواع يقترحها برنامج الدورة الرابعة من المهرجان الدولي للرقص المعاصر نمشي، دورة تحتفي بالإبداع الشاب في الفن الكوريغرافي. نقدروا نقولوا بان الدوره الرابعه وصل كي تنقولوا الكاري في 4 ديال الاضلاع، تسد الكاري ووصلنا للانستابيليتي دابا. يعني فدابا وصلنا تقريبا هذا العام 13 دوله، شي حاجه اللي كبيره بزاف. دي كوريغراف اللي جايين من ديفيرونت لي من لو موند، بحال مدغشقر، بحال اليابان، بحال البرازيل، بحال الولايات المتحده الامريكيه الى اخره. كاين يعني كاين اقبال جماهيري كبير. مراكش مدينة ساحرة وحافلة بالرموز، والكل يحلم بزيارتها. سحر تزيد منه مهرجانات كهذه، فالرقص وسيلة ثقافية وتعبيرية في متناول الجميع. مهرجان الرقص المعاصر يتواصل ليس فقط بالعروض الراقصة، ولكن بندوات ومعارض تشكيلية. مهرجان تنظمه مجموعة أنانيا للرقص المعاصر التي تأسست سنة 2002.